بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نرحب بكم جميعا ونرحب باسمكم بالدكتور الشيخ كهلان وبأستاذنا الكريم الشيخ عاشور وبكل ما طبع وبالأستاذ كذلك أسعد القادمين إلينا من سلطنة عمان. نرحب بكم جميعا ونتمنى أن نستفيد إن شاء الله بإذن الله تعالى بحضورهم وبكلماتهم وبنصائحهم وإرشاداتهم. الحمد لله، الحمد لله أن جعلنا مسلمين، إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله كذلك أن ترعرعنا ونشأنا في أحضان هذا المذهب، مذهب الاستقامة ومذهب الاعتدال. إن هذا المذهب فعلا مذهب وسطية واعتدال جاء، ولم إنما هو يعني يؤيد ما جاء في الوحي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. كل ما في القرآن يدعو إلى الوسطية والاعتدال، ولم يبتعد هذا المذهب كذلك عن هذا المنهج وعلى هذا يعني التوجه. وما يزيدنا فخرا واعتزازا بانتسابنا إلى هذا المذهب، مذهب الأجداد، أنه لم يمت سنة ولم يحيي بدعة، وإنما كان إنما أصوله السياسية الاجتماعية العقائدية التشريعية كلها، هذه الأصول إنما هي جاءت أو أخذت من القرآن والسنة والإجماع. لقد ظلمه المؤرخون كثيرا، لقد ظلمه المؤرخون كثيرا، فمنهم من وصمه أو أعطاه يعني قال بأننا من الخوارج، ونحن في الحقيقة بريئون من هذا التسمية. كذلك بعض المؤرخين يعني رموه بالعنف، وأتباعه أكثر الناس يعني سلما ولطفا ورأفة ورحمة، رماه الناس كذلك بالانعزالية والتقوقع، بينما أتباعه هم أكثر الناس انفتاحا على الناس وعلى المجتمعات الإسلامية خاصة التي يعيشون في معها. إن أراد أتباع هذا المذهب وخاصة الشباب أن يحافظوا على مذهبهم. وهنا بالطبع يعني هناك لطيفة أعجبتني كثيرا، وهي من يعني قالها لي اليوم دكتور كهلان ونحن يعني نتغدى مع بعض. قال إننا لن نستطيع أن نحافظ على هذا المذهب يعني بكثرتنا فعلا. On ne peut pas préserver notre école ou bien notre ibadisme par notre nombre. On ne peut. لا نستطيع أن نحافظ إذن على هذا المذهب بعددنا، فعددنا قليل. ولا نستطيع أن نحافظ على مذهبنا بعدتنا كذلك، فهذا قليل. ولكن ما نستطيع به أن نحافظ أو ما أن نحافظ على مذهبنا به هو هي استقامتنا. Notre droiture. On ne peut préserver cet ibadisme que par notre conduite, que par notre comportement, que par notre droiture. إذن فعلينا جميعا أن نفهم هذا، أن نفهم هذا، وعلينا جميعا أن نكون مثاليين في 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 عاداتنا، مثاليين في يعني طبائعنا، مثاليين في سلوكنا، مثاليين في علاقاتنا مع الناس ومع بالطبع خاصة إذن أقاربنا. أقول قولي هذا، وبالطبع لست هنا لكي أعطيكم يعني محاضرة اليوم، ولكن سوف أعطي مباشرة الكلمة إذن إلى الأساتذة والدكتور إن شاء الله.